رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري الخرطوم من استخدام نتيجة الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان الذي يجرى غدا الأحد كمبرر لعزل نفسها، محذرا من تأثير ذلك على علاقاتها المستقبلية بواشنطن. وفي تصريحات من الخرطوم التي يتابع فيها مجريات الاستفتاء، قال كيري إن شمال السودان وجنوبه مرتبطان معا بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء، لأن كلا منهما سيظل بحاجة إلى الآخر. سيكون من المؤسف جدا إذا وجد الشمال في نتائج الاستفتاء ذريعة للانعزال. أعتقد أن ذلك من شأنه أن يكون خطيرا وضارا بالعلاقات بين الشمال والجنوب على المدى الطويل. الشمال والجنوب مرتبطان بصرف النظر عما سيسفر عنه الاستفتاء، فالشمال بحاجة للجنوب والجنوب بحاجة للشمال. أعتقد أنها فرصة للطرفين لبناء علاقات جديدة مع بقية العالم والمضي قدما لمصلحة مواطنيهما. إذا اختار الشمال العزلة ومسارا سلبيا، فإن هذا سيدفع الولايات المتحدة إلى عدم رفع العقوبات، كما سيقوض قدرة المجتمع الدولي في بناء علاقات جديدة مع الخرطوم. وللمزيد حول آخر الاستعدادات في الخرطوم لإجراء الاستفتاء ينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك موفدنا أكرم خزام. أكرم، كيف تقرأ الخرطوم التحذير الأمريكي لها بعدم استخدام نتيجة الاستفتاء لعزل نفسها؟ نعم أنور، حقيقة حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل الحكومة السودانية أو من قبل الرئاسة على هذا التصريح الذي أدلى به مساء أمس جون كيري، لكن واضح أن التصريح الأمريكي يتماشى تماما مع تحذيرات المعارضة السودانية وعلى رأسها حزب الأمة من أن تقدم الخرطوم على قطع العلاقات مع الجنوب في حال تم الانفصال، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الجنوب وعلى الشمال. وقد أجريت منذ قليل مقابلة مع أحد القياديين في حزب الأمة، قال لي بالحرف الواحد وسوف تعرض هذه المقابلة لاحقا على شاشة الحرة، أن النظام السوداني، الحكومة السودانية بدأت بتطبيق إجراءات اقتصادية عقابية ضد الجنوب قبل بدء الاستفتاء، مما سيؤثر سلبا على سكان الجنوب، ناهيك عن أنها نشرت قوات على طول الحدود مع الجنوب، وبالتالي الوضع يمكن أن يتعقد ويتطور بشكل خطير فيما لو استمرت هذه الإجراءات من قبل الحكومة السودانية، وفيما إذا لم تستجب للعروض الأمريكية في هذا الشأن. نعم. أنور؟ نعم أكرم، سنعود إليك في تغطيتنا الإخبارية القادمة، شكرا جزيلا لك. أتحول الآن إلى جوبا في جنوب السودان حيث مفادنا رابح الفيلالي. رابح، كيف تصف أجواء عاصمة الجنوب قبل 24 ساعة أو أقل على إجراء استفتاء المصير؟ أنور، لا شيء هنا في جوبا غير الهاجس الأمني بالنسبة للحكومة الجنوبية. قبل أقل من نصف ساعة من الآن بالتحديد أعلن متحدث عسكري رسمي للجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في جوبا، أعلن بشكل رسمي مقتل أربعة أشخاص، لم يقدم تفاصيل عن هوياتهم إن كانت هويات مدنية أو عسكرية، وقال أنهم تعرضوا لهجوم من فصيل متمرد دون أن يقدم تفاصيل أخرى في مناطق جنوب السودان، وأن الهجوم أدى إلى مقتل هؤلاء الأشخاص الأربعة. أنور، كنت قد تحدثت الليلة الماضية في مقابلة خاصة بالحرة مع نائب رئيس حكومة الجنوب، وكنت قد سألت ما هي الأولوية القصوى بالنسبة لحكومة الجنوب في المرحلة الحالية التي تسبق الاستفتاء بساعات أو التي تعقب الاستفتاء، فكان يقول بمنتهى الوضوح، كان يقول أنه يعتقد أن هناك أولويات
متسارعة بالنسبة لحكومة الجنوب وبالنسبة لحياة الجنوبيين، لكنه يعتقد صراحة وعلنا أن مسؤولية الحكومة الجنوبية سوف تكون بالدرجة الأولى تأمين حياة الجنوبيين، خاصة أنور في ظل وجود بعض المشكلات التي تدخل في إطار أو تحت مسمى ما يعرف بالصراع الجنوب الجنوبي أو الخلاف الجنوبي الجنوبي، وهي مسألة حاولت الحكومة الحالية احتوائها عن طريق التواصل، وقبل يومين أيضا من موعد الاستفتاء إلى وقف لإطلاق النار مع أحد أكبر الفصائل المتمردة في الجنوب. طبعا أنور، بالإضافة إلى مسألة أخرى وتتعلق بالنوايا الصامتة أو غير المعلن عنها بالنسبة للعلاقة مع الشمال، الشماليون سمعوا خطابا وصفوه الجنوبيون وسمعوا خطابا وصفوه بالتاريخ والرائع للرئيس البشير، لكن التجربة السابقة يقول الجنوبيون مع المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال كلها مؤشرات تجعل الجنوبيين في حالة من الترقب والانتظار لما يمكن أن تؤول إليه الأحداث. إذن الاعتقاد السائد هنا في الجنوب أن الأولوية أمنية ثم أمنية ثم أمنية، أولا لضمان مرور أيام الاستفتاء أو أسبوع الاستفتاء في حالة سلام، وثانيا لتأمين المرحلة الانتقالية بين أي رابح. الانتقال من حالة الوحدة مع السودان إلى حالة الانفصال. أنور، نعم رابح فلالي، مفادنا إلى جوبا، شكرا جزيلا لك.